اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في اللينيرايزيشن للنون لينير سيستم، وان شاء الله هناخد ما يقرب من 8 امثله النهارده عشان نغطي الموضوع بالتفصيل. اخدنا في الفيديو السابق تعريف اللينيرايزيشن وليه اصلا انا بعمل لينيرايزيشن للنون لينير سيستم. هنعمل ريفيو سريع في سلايد واحد ونكمل. اخدنا كيس واحد ان واي بتساوي اف اوف اكس، يعني النون لينير فانكشن داله في فاريبل واحد. كنت بستخدم تيلور من المعادله دي، ان الفانكشن اللي فوق بتساوي الفانكشن عند الاوبريتنج بوينت زائد تفاضل الفانكشن دي بالنسبه للمتغير، بعوض في التفاضل بالاوبريتنج بوينت، افتح قوس x ناقص الاوبريتنج بوينت. وزي ما قلنا ان x 0 اللي هي هنا دي، او اللي بعوض بيها في الداله الاصليه هنا، او يطلق عليها احيانا x بار، دي اسمها الاوبريتنج بوينت او الستيدي ستيت سولوشن للمعادله اللي قدام، او احيانا يطلق عليها equilibrium بوينت، نقطه الاتزان. وزي ما قلنا برضو ان انا عندي من فوق ان y بتساوي f، يبقى ممكن اشيل f دي واحط y. f and x 0 دي من لما اعوض عن x 0 هنا معناها ايه؟ y 0، اشيل احط y 0، مش x ناقص x 0 اللي هي اللي تشينج في x زي ما قلنا سابقا. يبقى اللي تشينج في x هو عباره عن x ناقص x 0، او معناها انحراف القيمه عن الاوبريتنج بوينت. ايه هو اللي تشينج؟ هو انحراف القيمه عن الاوبريتنج بوينت. وقلنا ان ال y 0 بتساوي الداله لما اعوض فيها ب x 0، بعوض بيها بالاوبريتنج بوينت. وبالتالي لو انا عايز دلتا y او تشينج اوف y بيساوي ايه؟ y ناقص y 0، هو انحراف y عن الاوبريتنج بوينت. ايه هي y؟ هي الداله. طب ايه هي y 0؟ هي الداله عند الاوبريتنج بوينت. يبقى ممكن اقول y ناقص y 0، اودي y 0 الناحيه الثانيه، اقول y ناقص y 0 اللي هي تشينج اوف y، دلتا y بتساوي، مش ال y ناقص y 0 هي نفسها اللي هي f اوف x ناقص f اوف x عند x 0 اللي هي تشينج اوف f. يبقى اللي تشينج f بيساوي df على dx للاوبريتنج بوينت. خلي بالك ده d، حرف d تفاضل تام وليس برشا، مضروب فيه اللي تشينج اوف x. تمام. طيب ناخد امثله. مثال واحد، عند y بتساوي 2 من 10 x تكعيب، بيقول عايز اعمل لينيرايزيشن عند x بتساوي 2. بعد كده بيقول لك اوجد قيمة y عند x بتساوي 2.5، بس في مين؟ linearized equation، يعني هتاخد x ب 2.5 اعوض في linearized equation اطلع y. لكن هو عايز يعمل linearization فين؟ عند x بتساوي 2. يبقى نروح نقول كده f of x بتساوي الدالة اللي فوق 2 من 10 x تكعيب، يبقى دي الدالة في متغير وحيد. الاوبريتنج بوينت بكام؟ ب 2، لان هو عايز يعمل لينيرايزيشن عند اكس بتساوي 2، يبقى الاكس 0 بتساوي 2. نروح للقانون، ده القانون بتاعنا، دي الداله بتاعتنا، ده الاوبريتنج بوينت. محتاج ايه في القانون؟ محتاج قيمه الداله عند اكس 0. الاكس 0 بكام؟ ب 2. يبقى انا عايز اف اوف 2 اف عند ال 2، يبقى عوض في الداله دي عند 2، عند في الداله الاصليه عند 2 تطلع بالقيمه اللي قدامك دي. يلا كده محتاج ايه كمان؟ محتاج التفاضل. يبقى افاضل الداله، خلي بالك دي معناها تفاضل تام. ليه تفاضل تام؟ لان انا عندي متغير وحيد في المعادله اللي هو اكس، يبقى هفاضل الداله بالنسبه لاكس. هروح للمعادله دي هتفاضلها بالنسبه لاكس تطلع كده، ارجع تاني اعوض في التفاضل بالاوبريتنج بوينت، يبقى اعوض في التفاضل اللي انا حصلت عليه باكس بتساوي 2، يبقى التفاضل ده اعوض فيه باكس ب 2 تطلع بالقيمه دي. نرجع نعوض في القانون. يلا القانون بيقول ايه؟ f of x بتساوي قيمه الداله عند الاوبريتنج بوينت، ان انا جايبها فوق 1.6، زائد التفاضل عند الاوبريتنج بوينت 2.4، احط افتح قوس ax ناقص x 0، x ناقص x 0 اللي هي x 0 ب 2، تطلع بالمعادله دي. افك واخلصها تطلع بمعادله خط مستقيم زي ما انت شايف. يبقى المعادله الاصليه عباره عن معادله تكعيبيه او داله تكعيبيه، لكن المعادله الابروكسيميتد او اللي عملت لها لينيرايزيشن بقت خط مستقيم. يبقى كده انا عملت لها لينيرايزيشن. هو عايز قيمه y عند x بتساوي 2.5، تمام؟ في مين؟ في الابروكسيميتد ونسبه الايرور. ركز معايا كده، لما اعوض عن x ب 2.5 في الداله الاصليه، y اللي هطلعها دي اسمها الاكزاكت فاليو، لان دي جايه من الداله الاصليه، دي اسمها الاكزاكت فاليو، تمام؟ هتعوض في المعادله اللي فوق دي هطلع y، y عندي تطلع بالقيمه دي. طب لما اعوض في معادله خط المستقيم دي اسمها الابروكسيميتد، لان انت معوض في اللينيرايزد فانكشن. يبقى لما اقوله ابروكسيميتد فاليو، ان انا هاخد قيمه الاكس ب 2.5 اعوض بيها في المستقيم اللي هنا ده، تطلع الداله عندي ب 2.8. يبقى دي اسمها الاكزاكت ودي اللي اسمها الابروكسيميتد. الايرور عباره عن ايه؟ الايرور عباره عن طرح الاثنين.
الاكزاكت ناقص الابروكسيميتد، اطرح الاثنين من بعض يطلع النسبه دي، دي اسمها الايرور عندي. ممكن يا باشمهندس ممكن يطلع الايرور موجب او سالب، مفيش مشكله. طب لو انا عايز الابسوليوت ايرور، اخد المودولس للقيمه اللي طالعه، يعني الغي منها الاشاره. طب لو انا عايز الايرور برسنتج، النسبه المئويه للخطا، ليه قانون الاكزاكت ناقص الابروكسيميتد على الاكزاكت. طب فين الاكزاكت؟ جبتها فوق اهي من المعادلة الأصلية. خلي بالك الابروكسيميتد دي بجيبها من المعادلة التقريبية اللي أنا حاصل عليها، أضربها في 100 ما تنساش برسنتج، أعوض تطلع عندي بالقيمة دي، مفيش مشكلة. خلي بالك القوانين دي ممكن تتكرر في أي مسألة فمش هشرحها كتير. مثال 2، عندي معادلة واي بتساوي الدالة دي، في متغير واحد اسمه اكس، هو عايز يعمل لينيرايزيشن عند اكس بتساوي 2. يلا مع بعض كده، يبقى اف اوف اكس بتساوي الدالة الأصلية، تمام. اكس 0 بتساوي كام؟ 2. خلي بالك ممكن يقول لك اكس 0 ممكن يقول لك اكس بار، اكس 0 معناها اوبريتنج بوينت او اكس بار معناها اوبريتنج بوينت، نفس القانون مفيش اختلاف. يبقى انا محتاج قيمه الداله عند مين؟ اكس 0. عوض عند اكس 0 ب 2، يعني عايز اف اوف 2 عوض في الداله دي ب 2، يعني اكس ب 2، تمام. تطلع بالقيمه اللي قدامك، محتاجه افاضل الداله، اروح افاضل الداله دي، افاضلها تطلع بالقانون اللي قدامك ده، ارجع اعوض في التفاضل بمين؟ بالاوبريتنج بوينت اللي هو اكس بكام؟ ب 2. يبقى ارجع اعوض في التفاضل ده باكس بكام؟ ب 2. التفاضل ده تطلع ب 16، ارجع اعوض في القانون، يبقى اف اوف اكس بتساوي 12 عندي اهي، اللي هي قيمه الداله، التفاضل عندي ب 16، افتح قوس، اكس ناقص الاوبريتنج بوينت اللي هو ب 2. ده القانون، اخلص دي تطلع معادله خط مستقيم. طب لو كان عايز نفس المساله اللي فاتت، الاكزاكت والابروكسيميتد والبرسنتج نفس الطريقه مفيش اختلاف. هروح لاكزامبل 3، بيقول لي ان اف اوف اكس بتساوي 5 كوزين اكس. طب هو رسم لك الداله، وممكن ما يرسمش الداله، ملهاش لازمه الرسمه عندي، مش هتفرق معايا. هو عايز يعمل لينيرايزيشن عند اكس بتساوي باي على 2، تمام. وبعد كده عايزني يعمل ايه؟ يجيب نسبه الخطا للداله عند اكس بتساوي 6 من 10 باي، عايز قيمه واي وقتها ونسبه الخطا عنده. يلا كده يبقى عندي الدالة اهي، ودي عبارة عن اوبريتنج بوينت باي على 2، مفيش مشكلة، نفس القانون. هعمل ايه؟ الدالة، يبقى محتاج اف عند مين؟ باي على 2. خلي بالك باي على 2 دي طول ما هي بره الكوزين والساين تبقى الباي ب 3.14، داخل الكوزين والساين تبقى ب 180 الباي. يبقى امسك الدالة اعوض فيها اكس باي على 2، ادي الدالة، اشيل اكس واعوض باي على 2، باي على 2 بكام؟ ب 90 درجة، كوزين 90 بزيرو، تمام؟ يلا كده همسك الداله دي افضل فاضل دي، تفاضل كوزين بسالب ساين، همسك التفاضل ده اعوض فيه باكس بكام؟ بباي على 2. التفاضل اللي هنا ده اعوض عنه باكس بباي على 2، ساين باي على 2 بواحد، تطلع القيمه بسالب 5. نرجع نعوض في المعادله اللي فوق، قيمه الداله بزيرو، طب التفاضل بسالب 5 اضربه في اكس ناقص باي على 2، طب اكس ناقص باي على 2 اضربها في 5 واخلص المعادله دي، هتطلع عندك بالشكل ده. يبقى 5 سالب 5 في سالب باي على 2 تطلع 5 باي على 2. خلي بالك هنا باي عندي ب 3.14، وممكن على فكره بيحلها بطريقه ثانيه. يعمل ايه؟ ركز معايا كده، سالب 5 هنا مش اكس ناقص الاوبريتنج بوينت اللي هي دلتا اكس اللي انا شارحها لك قبل كده، اكس ناقص اكس 0 اللي هي الدلتا اكس. ممكن يقول لك ان اف اوف اكس بتساوي سالب 5 دلتا اكس. طبعا انا بضيفها لك هنا في المساله عشان تبقى فاهم الفرق بين الرموز. في فرق بين الاكس اسمها ابسوليوت فاليو، اما دلتا اكس اسمها التشينج اوف فاليو او التشينج اوف فاريبل عندي. هو عايز الاكزاكت فاليو، الاكزاكت فاليو عند اكس بتساوي 6 من 10 باي. يبقى اعوض في مين؟ في الداله الاصليه. يبقى اعوض عند الداله الاصليه تطلع بالقيمه دي، هستخدم الآلة طبعا، الباي ب 180 هنا، الأبروكسيميتد أعوض في معادلة الخط المستقيم، أطلع قيمة الدالة، الباي بكام سيادتك؟ ب 3.14، ما تغلطش، هنا 3.14، خلاص؟ الإيرور هطرح القيمتين من بعض، طب عايز البرسنتج؟ أطرح القيمتين وأقسمهم على الإكزاكت وأضربها في 100، عوض تطلع بالقيمة دي، مفيش مشكلة. مثال 4، هروح لساين إكس. يبقى الدالة عندي ساين اكس عند الاوبريتنج بوينت بكام؟ اكس بتساوي 2، اكس 0 بتساوي 2، ده القانون. يلا نبدأ مع بعض، عايز قيمة الدالة، قيمة الدالة عند الاوبريتنج بوينت بكام؟ ب 2، يبقى اقول ساين 2، غلط، لأن يعني اكس هنا مديها لك بالراد، بالراد، يبقى لازم أحولها لديجري، أحولها لديجري إزاي؟ أضرب الاتنين في 180 على باي، ما تغلطش، طول ما اكس مديها لك قيمة صحيحة كده، 2 3 يبقى أضربها في 180 وأقسمها على باي، طب الباي اللي هنا جوه بكام؟ 3.14، هضرب 2 في 180 على باي، باي اللي ضارب فيها هنا هتبقى ب 3.14، عشان دي راد، مع راد طار الوحده، يفضل ده 180 ديجري، يفضل الوحده اللي جوه ديجري، هتعوض بيها تطلع عندك ب 9 من 10 تقريبا. هروح نفاضل الداله، تفاضل الساين يبقى بكوزاين، اعوض عن الكوزاين بكام؟
اشيل الاكس اللي هنا اعوض عنها بكام؟ ب2. لما تعوض ب2 ما تنساش هضرب في 180 على باي، قلنا باي اللي هنا دي هتعوض بيها 3.14 من 100، ما تغلطش، هتطلع بالقيمه اللي قدامك دي، تمام؟ هبتدي ارجع تاني اعوض في المعادله، تطلع بالمعادله دي، افكها تطلع بالشكل ده، اكس هنا بالراد، يعني اخدها اعوض بيها مباشره. يلا كده الكيس رقم 2، عندي الداله في متغيرين اكس 1 واكس 2، هنستخدم تيلور سيريز اكسبانشن اباوت اوبريتنج بوينت. اوبريتنج بوينت ده اسمه اكس 1 متغير، اكس 2 متغير. الاوبريتنج بوينت هديها رمز اكس 1 0 والتانية هسميها اكس 2 0، او احيانا يطلق عليها مش دي اكس 1، ممكن يسمي الاوبريتنج بوينت اكس 1 بار والتانية تبقى اكس 2 بار. خلي بالك انا بقول لك نفس الفكره، يعني نفس الرموز مفيش اختلاف. يلا كده هستخدم القانون، القانون بيساوي واي اللي هي الاف دي بتساوي قيمه الداله عند الاوبريتنج بوينت، همسك الداله فاضلها بالنسبه للمتغير الاول واعوض بالاوبريتنج بوينت، افتح قوس، المتغير الاول ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعته زائد نفس الداله هفاضلها بالنسبه للمتغير الثاني عند الاوبريتنج بوينت، افتح قوس، المتغير الثاني ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعته الخاصه بيه. طب التفاضل ده عباره عن ايه؟ تفاضل جزئي، بارشال ديريفاتيف، تمام؟ بارشال ديريفاتيف لازم يبقى الرمز ده لان ده تفاضل جزئي، لان الداله في متغيرين، لو كانت المعادله في متغير واحد كان هنا بيبقى الرمز دي، تمام؟ لان التفاضل تام، هنا هفاضل تفاضل جزئي، خلي بالك من فرق الرموز، تمام؟ طيب مش احنا قلنا ان دي عباره عن الاف هي نفسها واي اهي، طب مش الداله عن الاوبريتنج بوينت هسميها واي 0، طب ما اكس 1 ناقص الاوبريتنج بوينت اللي هو تشينج في الاكس 1، اكس 2 ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعتها تبقى التشينج بتاع اكس 2، يبقى التشينج بتاع اكس 1 بيساوي اكس 1 ناقص الاوبريتنج، التشينج بتاع اكس 2 بيساوي اكس 2 ناقص الاوبريتنج الخاصه بيه. طب الواي 0 هي قيمه الداله لما اعوض فيها بالاوبريتنج بوينت. طب انا لو طرحت واي ناقص واي 0 ودي واي 0 دي الناحيه الثانيه، تمام؟ تبقى واي ناقص واي 0 اللي هي التشينج اوف واي، تشينج واي بيساوي واي ناقص واي 0. يبقى ممكن اقول كده تشينج واي ودي دي الناحيه الثانيه، مش الواي هنا هي نفسها الاف، ودي دي الناحيه الثانيه تبقى اف ناقص قيمه الداله عند الاوبريتنج، يبقى هي التشينج بتاع الاف. هيطلع من عندي ايه هنا؟ بارشال اف على بارشال اكس 1 عند الاوبريتنج بوينت دلتا اكس 1، والترم الثاني ينزل زي ما هو، زي ما احنا شايفين كده مفيش فرق. يبقى هعمل ايه؟ هجيب قيمه الداله عند الاوبريتنج بوينت، همسك الداله فاضلها بالنسبه للمتغير الاول واعوض بالاوبريتنج بوينت، افتح قوس، المتغير الاول ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعته، وهكرر نفس الكلام مع مع المتغير الثاني. نروح ناخد مثال، مثال 5 بيقول لي ان زد بتساوي اكس في واي، كم متغير عندك هنا؟ ما تتخدعش، هنا اكس وواي عندي متغيرين فقط، ليه؟ ممكن اقول ان زد بتساوي الداله اللي اسمها اف اكس وواي بتساوي اكس في واي، يبقى عندي كم متغير؟ اكس وواي فقط. هنا بيقول لك الرينج بتاع اكس، هو عايز يعمل لينيرايزيشن في رينج او في ريجون او في منطقه عندي اكس من 5 ل 7 والواي من 10 ل 12. اجيب الاوبريتنج بوينت ازاي؟ طول ما اديني رينج هو باخد الاوبريتنج بوينت عند المنتصف، اكس من 5 ل 7 المنتصف كام؟ اجمع 5 زائد 7 على 2، اجمع البدايه زائد النهايه واقسمها على 2 يديني 6، وفعلا هتلقى 6 في المنتصف. عايز الاوبريتنج بوينت بتاع الواي اللي اسمه واي 0، يبقى اعمل ايه؟ اجمع البدايه والنهايه واقسمها على 2 تطلع بكام؟ ب11. وبعد كده بيكمل بيقول لك انا لما اعوض عن اكس ب5 وواي ب10 عايز قيمه زد وعايز نسبه الايرور في الموضوع ده، تمام؟ مفيش مشكله، هنبدا مع بعض. ده القانون، زي ما قلنا المعادله هتبقى في اكس وواي، يبقى اكس ناقص الاوبريتنج بوينت واي ناقص الاوبريتنج بوينت، هفضل الداله مره بالنسبه لاكس ومره بالنسبه لواي واعوض بالاوبريتنج بوينت. الترم الاول هو قيمه الداله عند الاوبريتنج بوينت، يلا نجيب قيمه الداله عند الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت بكام؟ اكس 0 ب6 وواي 0 ب11، حسبناها في السلايد اللي فات. يبقى اروح للداله دي شايفينها، اعوض عن اكس ب6 وواي ب11، تطلع هنا 66. همسك الداله افاضلها بالنسبه لاكس، يبقى امسك الداله دي افاضلها بالنسبه لاكس، يبقى افاضلها بالنسبه لاكس تبقى واي ثابت، عندي واي ثابت مضروب في اكس، يبقى فاضل بالنسبه لاكس يطلع واي، تمام؟ تطلع واي. يلا عوض في التفاضل بالاوبريتنج بوينت، عوض عن اكس ب6 وواي ب11، مفيش غير واي، يبقى عوض عن واي ب11 تطلع ب11. همسك نفس الداله شايفها هنا، نفس الداله وفاضلها بالنسبه لواي، يلا كده هنفضل الداله دي بالنسبه لواي، يبقى اكس ثابت، يروح نازل الاكس زي ما هو، وعوض في التفاضل ده بالاكس ب6 والواي ب11، مفيش غير اكس، يبقى اكس ب6 تطلع ب6، يبقى عندي كل الترمات المطلوبه في المساله انا حصلت عليها. يلا كده 66 اهي، هنا التفاضل ب11، افتح قوس اكس ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعته اللي هي 6، هنا ده ب6، افتح قوس واي ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعته ب11،
امسك المعادله دي فكها تطلع بالشكل ده. يلا كده يبقى دي معادله خط مستقيم في ال 2 دي. يلا كده الاكزاكت فاليو عوض اكس ب 5 وواي ب 10 فين؟ في الداله الاصليه دي اسمها الاكزاكت فاليو. نعوض، رحت انا عوضت عن اكس وواي ب 5 و10 بالترتيب تطلع ب 50. طب الابروكسيميتد عوض فين؟ في المعادله اللي انا جبتها، المعادله اللي انت جبتها عوض عنها عن اكس ب 5 وواي ب 11، تعوض سيادتك بعد التعويض تطلع ب 49. اطرح الكلمتين من بعض يديني الايرور. الطرح ده لو قسمته على الاكزاكت وضربته في 100 يديني البرسنتج عندي، يبقى الواحد على الاكزاكت اللي هي 50 يديك البرسنتج. مثال 6، مثال 6 بيديك معادله برضو هنا زي ما انت شايف في كم متغير متغيرين، ومديك الرينج بتاع اكس وواي، وبيقول لك اعمل لينيرايزيشن فقط لا غير. اعمل ايه؟ يلا يبقى الداله هنا اف اكس وواي تساوي الداله اللي فوق. طب اكس 0 واي 0 اجيبها ازاي؟ عند المنتصف في السنتر، يبقى 2 زائد 4 على 2 بتساوي 3، 10 زائد 12 على 2 بتساوي 11، يبقى جبت اكس 0 واي 0. يبقى عندي الداله وعندي الاوبريتنج بوينت، القانون اهو مفيش اختلاف. يلا انا عايز قيمه الداله عند كام؟ 3 و11. امسك هنا اشيل اكس واعوض عنها ب 3 والواي ب 11، تطلع بالقيمه اللي قدامك دي 636. هعوض او عايز اجيب التفاضل، امسك الداله دي افاضلها بالنسبه لاكس، طول ما هتفاضل بالنسبه لاكس يبقى واي تعتبر ثابت. يلا فاضل بالنسبه لاكس تبقى 2 اكس، فاضل دي بالنسبه لاكس يطلع 8 واي، اللي هي ده 3 واي تربيع ما فيهوش اكس، يبقى ده ثابت، الثابت تفاضله بالنسبه لاكس 0 طار. همسك التفاضل ده اعوض فيه عن اكس بكام؟ 3 والواي ب 11. عوض هنا في التفاضل تطلع ب 94. خلصت الترم ده، روح للترم الثاني، انا عايز تفاضل الداله بالنسبه للواي، افاضل الداله بالنسبه للواي اعمل ايه؟ تعال كده، اكس تربيع ده ثابت ما فيهوش واي يبقى بزيرو، 8 اكس واي انت هتفاضل بالنسبه للواي يبقى 8 اكس ثابت ينزل زي ما هو، 3 واي تربيع فاضلها بالنسبه للواي تطلع 6 واي. عوض هنا عن اكس وواي الاوبريتنج بوينت تطلع بالمعادله اللي قدامك دي بالناتج ده 90. هرجع اعوض في المعادله الاصليه. يلا كده الانيشال سوري عند الاوبريتنج بوينت 636، التفاضل الاول ب 94 اضربه في اكس ناقص الاوبريتنج اللي هي 3 زائد عندي ده التفاضل ب 90 اللي هو ده، افتح قوس واي واي ناقص الاوبريتنج بتاعته اللي هي 11، يبقى واي ناقص 11، فك دي تطلع بالمعادله اللي قدامك دي. يلا كده مثال 7، المثال ده اتاخد في المحاضره وانا هشرحه. بيقول لك عندك معادله بالشكل ده واي بتساوي كي يو 1 في يو 2. على فكره ممكن ما يديكش المعادله، ممكن يديني ايه يا باشمهندس؟ ممكن يديك الرسمه. الرسمه عندك اهي، ادي يو 1 وادي يو 2، بيديك بلوك كده ويضربه لك ايه ويحط لك جيم كده في المنتصف اسمه كي، يبقى الواي عباره عن ايه؟ كي في يو 1 في يو 2. ممكن يديك البلوك وما يديكش المعادله. البلوك ده نون لينير سيستم، عباره عن ايه المعادله دي؟ ليه نون لينير؟ لان بضرب اتنين ترم في بعض او متغيرين هضربهم في بعض، يبقى نون لينير. كم متغير؟ متغيرين، خلي بالك. يلا اف واي 1 واي 2، مش عايزك تتلخبط من الرموز، يبقى المعادله عندي كي يو 1 يو 2. الاوبريتنج بوينت عندي هو مش مدهان، يبقى هفرض اقول له يو 1 0 الاوبريتنج بوينت بتاع الاول، يو 2 0 الاوبريتنج بوينت بتاع الثاني، مفيش مشكله تمام. لو اداها لك بقيم ثوابت هتحل المساله عادي، انا هحلها لك كمجاهيل. يلا دي الداله وده الاوبريتنج بوينت عندي، هعمل ايه؟ القانون، القانون هو هو مفيش تغيير، بس انا شلت الرموز اللي هي اكس واي وحطيت يو 1 ويو 2. يبقى اول حاجه قيمه الداله عند الاوبريتنج بوينت تفاضل الداله بالنسبه ليو 1 هضربها في يو 1 ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعتها، تفاضل الداله بالنسبه ليو 2 هعوض عند الاوبريتنج بوينت افتح قوس يو 2 ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعتها. يبقى محتاج ايه في القانون ده؟ محتاج قيمة الدالة عندي الاوبريتنج بوينت، فين الدالة اهي. يلا كده هنمسك الدالة دي نعوض عن يو 1 بيو 1 0 يو 2 بيو 2 0 زي ما كنت بعمل في الامثال. نعوض هنا يبقى دي تتشال تتحط يو 1 0 ودي تبقى يو 2 0 مضروبة في الكي، في مشكلة؟ يبقى دي قيمة الدالة عند الاوبريتنج بوينت. أول حاجة أنا عايز تفاضل الدالة بالنسبة ليو 1، امسك الدالة دي فاضلها بالنسبة ليو 1 يبقى إيه؟ يو 2 وكي ثابت ينزلوا زي ما هو. عوض فيها عن الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت اللي هو عوض ايه؟ عن يو 2 بيو 2 0 ويو 1 بيو 1 0 تمام؟ زي ما انت شايف كده اهو السفكس اللي انا كاتبه لك ده، يبقى شيل يو 2 عوض عنها بيو 2 0، خلي بالك يو 1 0 ويو 2 0 ده ثوابت قيم تمام؟ انا محتاج ايه؟ تفاضل الداله بالنسبه ليو 2، يلا فاضل دي بالنسبه ليو 2 يبقى كي يو 1 ثابت انزل زي ما هو. عوض في الداله دي او المعادله دي عن يو 1 بالاوبريتنج واليو 2 بالاوبريتنج، يو 1 عوض عنها بكام؟ ب
بيو 1 0 تمام، تطلع بالشكل ده. يبقى انا حصلت على كل الحاجات المطلوبه في القانون عندي. نبتدي نرجع نعوض. يلا الاوبريتنج بوينت عندي اللي هي كي يو 1 0 يو 2 0 اللي هي يو واي 1. يبقى هشيل واي 0 هنا دي وعوض هنا بدي. يلا كي التفاضل الاول اللي هو كي يو 2 0، افتح قوس يو 1 ناقص يو 1 0. التفاضل الثاني كي يو 1 0، افتح قوس يو 2 ناقص يو 2 0. في مشكله؟ ركز معايا كده. هو انا مش هحط المعادله بالشكل ده. مش قلنا يو 1 ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعتها عباره عن التشينج في يو 1، ويو 2 ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعتها عباره عن التشينج في يو 2؟ طب ما هو واي ناقص واي 0 التشينج في واي زي ما انا قلت. طب يلا كده يبقى هودي يو 0 الناحيه الثانيه واقول ان الفرق بين الاثنين اسمه دلتا واي. خلي بالك لو هو مديني القيم انا اعوض واخلص المساله. انا بحاول اوصل للصوره بتاعه المحاضره عشان اديك قانون نهائي. يلا دلتا واي طرحت قلت واي ناقص واي 0 الناحيه الثانيه اللي هي دلتا واي اللي هي من هنا زي ما احنا قلنا، وشلنا القوس ده بدلتا يو 1، شلنا القوس ده بدلتا يو 2، والثوابت نزلت زي ما هي. خلي بالك ده ثابت وده ثابت. المعادله دي عندنا اهي، تعال نحطها في بلوك دايجرام. نحطها في بلوك دايجرام، مين الخارج؟ الخارج اللي هو دلتا واي، يبقى جاي من سامنج لان المعادله دي فيها ترمات بتتجمع، يبقى هو خارج السامنج. نروح للترم الاول، مين الدخل؟ الدخل معايا الدلتا يو 1. خلي بالك يو 2 0 ثابت، يبقى عندي الدخل في الاولانيه دلتا يو 1 هيتضرب في مين؟ ده كله ثابت، هضربه كده احط بلوك كده، ده الثابت اهو، وهيدخل على السامنج بموجب شرطه موجب. الترم الثاني الانبوت بتاعي دلتا يو 2، يبقى دلتا يو 2 ده الانبوت الثاني. مين الثابت؟ ده الثابت عندي هنا، هيتحط في بلوك، هيدخل على السامنج بموجب. يبقى انا مثلت المعادله اللي قدامك دي. هنا ده اسمه لينير سيستم، الدخل بتاعه عباره عن التشينج في الفاريبل، والخارج بتاعي عباره عن التشينج في الاوتبوت. ثاني يبقى الانبوت بتاعته عباره عن التشينج في الانبوت، والاوتبوت بتاع السيستم اللي قدامك عباره عن التشينج في الاوتبوت عشان الدلتا. طيب لو انا عايز ادخل يو 1 ويو 2، مش يو 1 ويو 2 هي الانبوت بتاعت السيستم الاصلي واي هي الخارج الاصلي، اعمل ايه؟ بص معايا كده، التشينج بتاع يو 1 بيساوي ايه؟ يو 1 ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعته. يبقى انا دلتا يو 1 دي عباره عن خارج ترمات مجموعه. يلا كده هيبقى يو 1 ادي داخل على السامنج، خلي بالك يو 1 0 داخل على السامنج برضو بس بالشاره سلب. يبقى ادي الدلتا يو 1 عباره عن ناتج السامنج اللي هو مجموع الترمين دول. تمام، اليو 1 داخله بالموجب، اليو 1 0 داخله بالسالب. تمام، يبقى اليو 1 هي اللي انبوت اللي داخله للسيستم الاصلي. نروح لي يلا دلتا يو 2 بتساوي ايه؟ يو 2 ناقص يو 2 0، يعني هي عباره عن ناتج سامنج. احط سامنج هنا. يلا كده يبقى يو 2 داخله بالموجب ويو 2 0 داخله بالسالب، يديك التشينج بتاع يو 2. في مشكله؟ طب روح للاوتبوت، انت مطلع التشينج بتاع الاوتبوت. لو انا عايز احصل على الاوتبوت نفسه، الاوتبوت اصلا اللي هو واي، واي ده عباره عن ايه؟ هودي واي 0 الناحيه الثانيه، يبقى التشينج هيتجمع على واي 0. خلي بالك الواي انا عايز الواي اللي هي الخارج النهائي بتساوي ايه؟ التشينج ودي الواي 0 الناحيه الثانيه هتبقى زائد واي 0. يبقى الواي عندي اللي هي الخارج عباره عن ايه؟ التشينج زائد واي 0، يعني التشينج داخل بالموجب والواي 0 داخل بالموجب. وبالتالي ده يو 1 انبوت، يو 2 انبوت، الواي هو الاوتبوت. هنا ده السيستم الاصلي، ده نون لينير لان انا بضرب الاثنين في بعض. يبقى يو 1 ويو 2 انبوت، هنا يو 1 ويو 2 انبوت، الواي اوتبوت يبقى الواي اوتبوت. في مشكله؟ لكن انا لو خليت التشينج بتاع يو 1 والتشينج بتاع يو 2 والتشينج بتاع واي ده اسمه التشينج اوف فاريبل. تمام، لكن كده انا حققت السيستم الاصلي. خلي بالك ده لينير وده نون لينير. نروح ناخد مثال 8. مثال 8 بيقول لك ان واي بتساوي كي يو 1 على يو 2، مفيش فرق. يبقى دي الفانكشن عندي والاوبريتنج بوينت زي ما احنا شرحنا، واحيانا بيعملها ببلوك كده، بيحط كي كده في كورنر اقصى الشمال. يبقى دي ممكن يديها لك كبلوك، تعمل ايه؟ تقول له الكي يو 1 على يو 2 بيقسم يو 1 على يو 2. تمام، يبقى ممكن يديها لك بلوك انت تحولها المعادله. لو اداك المعادله مباشر يبقى سهل، لو اداك البلوك تحولها المعادله بالشكل ده. طول ما الكي خلي بالك مش موجوده في البلوك وفي المنتصف، في اقصى الكورنر ناحيه شمال. يلا كده الداله اهي، نروح نعوض في القانون. القانون عايز قيمه الاوبريتنج الداله عند الاوبريتنج بوينت. يبقى اعمل ايه؟ اشيل يو 1 اعوض عنها بالاوبريتنج بوينت، يو 2 اعوض عنها بالاوبريتنج بوينت. تعوض تطلع كده كي يو 1 0 يو 2 0. اروح افضل الداله دي، فضل الداله اللي فوق دي بالنسبه ليو 1. يو 1 يبقى يو 2 ثابت. خلي بالك هتفضل الداله بالنسبه ليو 1، يبقى يو 2 ثابت والكي ثابت، يطلع كي على يو 2. عوض فيه بالاوبريتنج بوينت يطلع كي على يو 2 0. في مشكله؟ طيب نرجع تاني، انا عايز افضل الداله بالنسبه ليو 2،
عايز تفاضل الداله بالنسبه ليو 2 يبقى يو 1 ثابت. خلي بالك يو 2 في المقام ده متغير. افاضله ازاي؟ اقول مقام تربيع الاول، اقول بعد كده المقام في مشتقه البسط بزيرو لان البسط ثابت ناقص البسط اللي هو يو 1 في مشتقه المقام بواحد، يطلع عندك التفاضل بالشكل ده. اعوض عن يو 1 بيو 1 0 ويو 2 بيو 2 0، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. نرجع نعوض في المعادله، بعد التعويض في المعادله تطلع بالشكل ده. انا قيمه الداله عند الاوبريتنج بوينت مش هاخدها في الحسبه، لو هو اداها لك بقيم الكي والاوبريتنج بوينت دي اداها لك بقيم، عوض عنها هنا وعوض عن القيم الباقيه مفيش مشكله. لكن انا هوصل للمعادله برضه، هقول واي ناقص واي 0 اللي هي دلتا واي، يو 1 ناقص يو 1 0 اللي هي دلتا يو 1، يو 2 ناقص يو 2 0 اللي هي عندي بدلتا يو 2. يبقى دي المعادله النهائيه زي ما انت شايف كلها في التشينج، يعني دي تشينج تشينج تشينج. يلا كده دي المعادله الاصليه، نحولها لبلوك ازاي؟ الدلتا واي هي ناتج معادله فيها ترمات مجموع. يلا كده يبقى ناتج السامنج دلتا واي، الترم الاول انبوت دلتا يو 1 ده خلي بالك ثابت ثابت عندي اهو داخل بالموجب. يلا يو 2 يبقى دلتا يو 2 ده الانبوت ده كله ثابت بالسالب بتاعه اهو بالسالب، خدته بالسالب او ممكن تلغي السالب دي وتخليها هنا، يبقى تاني السالب الغيها من البلوك وتحطها هنا صح مفيش مشكله. يبقى ده التشينج اوف انبوت مطلع للتشينج اوف اوتبوت. خلي بالك السيستم كده لينير، بس ده لو انت عايز التشينج. طب انا لو عايز الانبوت الاصلي والاوتبوت الاصلي اعمل ايه؟ يلا التشينج بتاع يو 1 عباره عن ايه؟ يو 1 ناقص يو 1 0 زي ما احنا شرحنا، ادي يو 1 اطرح منها يو 1 0. خلي بالك ده ثابت ده ثابت لكن ده متغير. يلا التشينج بتاع يو 2 بيساوي يو 2 ناقص يو 2 0، يو 2 ادي داخل على الشمال بالموجب وادي مين يو 2 0 داخله بالسالب. خلي بالك ده ثابت برضه، دي قيمه ثابته ودي ثابته، دي اسمها الاوبريتنج بوينت. اما يو 1 ويو 2 ده الانبوت بتاع السيستم الاصلي. تمام يلا كده لو انا عايز الاوتبوت الاصلي عباره عن ايه؟ من هنا عباره عن التشينج زائد الاوبريتنج بوينت واي 0. في مشكله؟ يبقى ده عندي السيستم كده لينير، يبقى انا مدخله الانبوتس يو 1 يو 2 ومطلع الاوتبوت واي، وبالتالي ده عندي البلوك الاصلي نون لينير سيستم، وهنا طلعت لينير سيستم عملت لينيرايزيشن. وبكده فيديو النهارده انتهى. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.